حسين بيك مو به إميري جابني له أنا وقفل أنا محبوس ولا ما هو اجلس جوهر ايش فيها تحسين بيك لا تستعجل جوهر غدا تشرق شمس ويعرف كل أهالي مكة وضيحات ابن شهبندر تجار عبد التواب جوهر يتآمر على أخيه سي يا الله يا الله قابيل يتآمر على هابيل أول شيء قابيل قتل هابيل وتآمر سألو ثاني شيء وش جوهر ابن شهبندر التجار اللي يتآمر على أخوه عيال عبد التواب كل الناس دارين من هون ودارين إنه جوهر ما بينوش عداوة هو أخو سيف لا فايدة من إنكار جوهر رامي قطع طريق اعترف وجبل أيضا اعترف جوهر أنت في مسجدات كبيرات لا مفر جوهر جوهر أنا أعرفك جيدا أنت لا تحب أحد أنت تحب نقود تحب ريالات ذهبيات لذلك أضع بين يديك خياري خيار أول أن تكون في سجن مع فضيحات خيار ثاني أن تعمل معي وتكون تابعا لحضرتنا تابع لك ما رضيتش كنت تابع لي إذن أنت تختار سجن جوهر إميري يوك 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 صدقوش إميري لا لا بس أنا قصدي شي أفهم أنا شاشتغل معك تمام بس مو شاشتغل معك شهبندر تجار أنا شهبندر التجار إيفيت جوهر شهبندر التجار حضرتنا وأنت سنعمل في تجارات سنحقق أرباحا كثيرات أموال ريالات ذهبيات أنا أعرف بماذا تفكر الآن؟ أنت تقول ما هو المقابل؟ أنا سأقول